احتجاجات أمام السفارة القطرية في واشنطن. الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تبلغ باكستان بالمستجدات مع قطر. ضاحي خلفان يتساءل عن أسباب محبة الدوحة لطهران. قطر تواصل إطلاق حملات إعلامية لتشويه الحقائق. بالأرقام، زيف شعارات قطر وإيران وتركيا بدعم الفلسطينيين. دعوات لاتخاذ الفيفا قراراً صارماً بمراجعة حق تنظيم قطر للمونديال. بنوك أجنبية تبدأ مقاطعة الريال القطري.